عيد الأضحى لهذه السنة سيكون في ظروف جد استثنائية، وهذا من خلال الوضعية الصحية التي نعيشها اليوم، أين وجب التعامل بحذر خلال يومي عيد الأضحى المبارك. إذن وفي هذا الإطار، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جندت 2000 بيطري من القطاع العام خلال يومي العيد. للحديث أكثر عن ذلك يلتحق بنا عبر الهاتف السيد حبيب بورملا، رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة. سيد الفاضل، أهلا بك. أهلا بكم وشكرا مرة أخرى على استضافة قناة النهار، وبارك الله فيكم على متابعة مثل هذه المواضيع. إذن نتحدث عن تواجدكم في الميدان في أول يوم لعيد الأضحى المبارك والبرنامج الذي تم تخصيصه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكما تقدمت في المقدمة التي تفضلت بها، أقدمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن طريق المصالح البيطرية المتواجدة على الخطة وعلى برنامج لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال برنامج المداومات والمناوبات للأطباء البيطريين في القطاع العام، يعني أو الموجودين في المفتشيات الولائية، وحتى في استدعاء للأطباء البيطريين الخواص في كثير من الولايات أو في كل الولايات، حتى نضمن متابعة ونضمن مرور عيد أضحى سليم سالم وآمن إن شاء الله. طيب سيد حبيب، العديد من الأسئلة تطرح خلال هذه الفترة. البداية ستكون يعني كسؤال يتعلق بمعرفة الأضحية المريضة من الأضحية السليمة، إذن كيف يتم ذلك؟ عفواً ما سمعتكش مليح، تفضل يعني ممكن تعاودي. أكيد أكيد طبعاً سيد حبيب، سؤالي لك كان حول اختيار الأضحية والتفريق بين الأضحية السليمة والمريضة. نعم، هي في الحقيقة كل المواطنين يعني متعودين على هذه العملية، وهي أول خطوة في الاحتفال وبالقيام بهذه السنة اللي هي عيد الأضحى. أول خطوة أو أول مرحلة هي عملية الاختيار واقتناء الأضحية، فعملية الاختيار تعود عليها المواطن. هناك من يعمل مباشرة على اقتنائها بأنفسهم، وهناك من يلجأون إلى وسائط لهم الخبرة في مثل هذه الحالات. ولكن على العموم، أولا الأضحية معروفة على مستوى يعني فيما يخص الشروط الشرعية من السن، من عدم وجود أمراض، ولكننا نضيف على ذلك لأننا كما قمت به يعني في التقديم، نؤكد على استثنائية ظروف عيد الأضحى في هذه السنة. يعني عملية الاختيار، نعم يختار صاحب الأضحية بنفسه أو يوكل من يختاره ممن يملكون الخبرة، السن ان تكون يعني من في الاضحيه في 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 الصوف، في عدم وجود امراض، عدم وجود عيوب، عدم وجود حتى اشهاد ربما، لان وهنا اؤكد على نقطتين قبل ان اتطرق الى تدابير الوقايه. اولا هناك الكثير ممن يجهلون في عمليه اختيار واقتناء الاضحيه، نقطتين هامتين جدا. النقاط الأخرى كل الناس يعرفها، السن وعملية الوزن ووجود الشحوم أو غيرها، ولكن النقطتين والملاحظتين التي أريد أن أنبه إليهما، أولا هو وجود الغشاء المخاطي للفم، يجب أن يختبر أو أن يلاحظ هذا الغشاء المخاطي الموجود في الفم أو في العين. فتغير اللون، تغير اللون من لون عادي إلى لون شاحب أو ماء الإبيض أو الأبيض أو الإصفرار، هو دليل على وجود مرض، وهذا ما يعني يجعل الأضحية غير مؤهلة للنحر أو للذبح أو للعيد. الملاحظة الثانية هو تجنب شراء خروف مريض أو نحيف، لأن النحافة والمرض من بين دلائله الإسهال، فهذا كذلك من بين الملاحظات التي نؤكد عليها دائما في شراء الأضحية. الآن في ظروف استثنائية، موجود مرض، موجود جائحة كورونا، ندعو الجميع إلى توخي الحذر،
لأن القضية مهمة جدا. العامل المهم انتقال المرض سيدتي الكريمة هو الإنسان، مش الحيوان. فالتجمعات، عدم ارتداء الأقنعة الواقية، الاقتراب بمسافات كبيرة جدا، هذه كلها ظروف يعني تساعد على لا قدر على انتشار لا قدر الله على انتشار المرض. فإن نؤكد في عملية الاقتناء، أنا أعطينا الملاحظات على الأوفية، ولكن الأهم في هذه القضية ونعطي ملاحظة على عدم التجمع أكثر، وإذا كان بالإمكان أن توجد مجموعات صغيرة 4 إلى 5 خرفان أو أضحية في جهة، ثم تبتعد مجموعة أخرى عنها بمتر أو 3، والذي يريد أن يقتنيها يكون مبتعد عن صاحبها بمتر أو مترين، وارتداء الأقنعة الواقية. هذا أمر مهم جدا. طيب سيد حبيب، ونحن نتحدث عن هذه الإجراءات نتكلم عن الطرق التقليدية للذبح، هل هذه الطرق التقليدية تتوافق اليوم والقواعد الصحية في ظل هذه الظروف التي نعيشها؟ نعلم أنه العديد كذلك من المظاهر التي يقوم بها كل الجزائريين، من بينها خلال يعني ذبح الأضحية، هي النفخ في الأضحية، يمكن هذا أن يكون سبب لانتشار العديد من الأمراض المعدية على رأسها طبعا فيروس كورونا. شكرا جزيلا على هذا السؤال، وملاحظة مهمة جدا. فاحنا في الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين نتكلم عن عصرنا كل أنواع التربية، فما بالك في الحديث عن القضية الجزئية اللي هي مثلا الذبح أو عملية النحر. فالعملية ما زالت تقليدية وما زالت لا تنبني على أسس علمية، وفيها الكثير من الأخطاء وفيها الكثير من المخاطر، ولكن ولأننا في ظروف استثنائية نؤكد على تجنب النفخ، خاصة عملية النفخ في الأضحية بعد يعني تحضيرا لسلخ الأضحية. فالعملية هذه محفوفة كثيرا بالمخاطر، فرجاء ومن خلالكم نوجه دعوة لكل المواطنين. كاين أمر مهم جدا نريد أن نؤكد عليه، هو بعض الأحياء وبعض المناطق وبعض الولايات وفي كثير منها هناك من يقوم بعملية ذبح يتنقل من منزل إلى آخر. نعم، التنقل من ذبيحة إلى أخرى فعلا. نعم، هذا أمر كذلك محفوف بالمخاطر. نحن لا نريد أن نهون، نريد أن يمر هذا العيد في ظروف سليمة وآمنة. فنريد أن يبتهج الناس ونريد أن يفرح الناس، لأن الظروف التي مررنا بها ويمر بها العالم يعني صعبة جدا نفسية واجتماعية. ففرصة العيد هو فرصة للتنفيس ولاستبدال تلك الظروف النفسية. أعيد وأكرر بأن الأدوات الاستعمال إذا كان موجودة في البيت وصاحب البيت هو الذي يقوم بعملية الذبح، فهنا الخطر غير موجود، لابد عليه فقط أن يعقب الأدوات. أما إذا كان شخص يقوم بذلك وينتقل من مكان إلى آخر، فإما يحضر له وسائل الذبح الخاصة بذلك البيت، وإذا ما جلب معه يعني كانت معه وسائل الذبح يجيبها معه من البيت، أولا يعقم، ثانيا تجهز له قمامة واقي حتى يقوم بعمل الذبح. لأنه نؤكد على أن العامل القوي في النقل هو المرض هو الإنسان، فيمكن اللي يقوم بعمل الذبح من منزل إلى آخر هذا حامل للفيروس وما فيش أعراض، بورتورسا كما يقال. فتفادي هذه المشكلة رجاء للنداء للمواطنين، أنه لما يجي أولا القناع الواقي موجود، التباعد موش هو موجود، والناس اللي معاه في عملية الذبح متقاربين، لأنه عملية الذبح هي تلك الدقيقة أو الدقيقة ونصف فقط يقوم بها صاحب البيت، يعني تطبيقا للسنة. بعد ذلك العملية تترك للذي يقوم بعملية الذبح إن كان صاحب البيت موش مشكل، ولكن إذا كان من يأتي من خارج المنزل أو من حي آخر فهنا مخاطر. يجب أن نتفادى هذه المخاطر، القناع الواقي، احترام المسافة، عدم الالتفاف حول الأضحية 4 ولا 5 مليون. طيب. بوسائل معقمة. أضيف وأؤكد على عملية النفخ، رجاءً من المواطنين أن يستمعوا إلينا جيدا. نعم. يجب أن نتفادى العملية الكلاسيكية التقليدية القديمة.
هي رقم واحد، عامل رقم واحد في نقل الفيروس، عمليه النفخ. ف عمليه النفخ راجع يجب ان تقام بوسائل النفخ موجوده وغير مش غاليه، يعني متيسره للجميع. طيب، ونحن نتحدث عن الأضحية، عفوا سيد حبيب، يعني نتكلم في شق مغاير عن عملية تقطيع اللحم، ونحن اليوم حتى أيضا بإذن الله سيكون أول يوم من عيد الأضحى المبارك، سيكون ارتفاع في درجة الحرارة، متى أو أهم النصائح التي تقدمها فيما يتعلق بذلك، وقت أو متى يتم تقطيع أضحية العيد، وكذلك بعض العلامات التي تدل على أن اللحم فاسد؟ أعيد وأكرر على تتم نقطة النفخ، لأنه يعني عملية اللي لا يعطي لها المواطن ولا يعطي لها أهمية. فرجاء من المستمعين ومشاهدي قناة النهار وثور الله يبارك، فرجاء أن نعطي ونولي لهذه القضية يعني أولوية. عملية النفخ يجب أن تتم بوسائل المضخات اللي يستعملوهم في نفخ الأضحية ولحم صاحب. المهم المفروض أن عملية النفخ لا تتم بتاتا بالطريقة الكلاسيكية التقليدية. نعم. هذه النصيحة رقم واحد وتكتب بالجلد العارض. أما فيما يخص الأضحية فأغتنم فرصة لقائي بكم وأشكركم ثاني على هذا اللقاء في إعطاء بعض النصائح. أولا من الأحسن لكي نحافظ على قيمة اللحوم وجودة اللحم عدم إطعام الأضحية ليلة الذبح، لأنها نعم تعتبر فترة كافية لكي لتعطى الراحة للأضحية. فمن الأحسن عدم إطعام الأضحية ليلة النحر. الأمر الثاني الذي نؤكد عليه وهو مهم جدا، أماكن الذبح يجب أن تكون نظيفة ومعقمة. نحن نتحدث عن موضوع الساعة المتعلق بفيروس كورونا، ولكن هناك كذلك أمراض كثيرة منها الكيس المائي، منها تلوث اللحم التي تسبب تسممات غذائية تؤدي إلى الوفاة. هذا ثاني أمر مهم جدا يجب أن ينتبه إليه المواطن وينتبه إليه من يقوم بعملية الذبح. أماكن الذبح يجب أن تكون نظيفة ومعقمة، الأماكن والوسائل، لأننا بهذه الطريقة إذا قمنا في أماكن غير نظيفة يؤدي إلى تلوث اللحوم وبالتالي تسمم غذائي لا قدر الله. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة جدا أرجو كذلك أن تكتب بالبند العريض، الأشخاص الذين يقومون بعملية الذبح، الأشخاص الذين لديهم في يديهم يعني في أيديهم جروح أو فطريات لا يمكنهم القيام بعملية الذبح. الأشخاص وكرر الذين يكون أو بأيديهم جروح أو فطريات لا يمكنهم لمس الأضحية أو القيام بذبح أو حتى لمس اللحم بعد الذبح. طيب، هذه أبرز النصائح التي تقدمها بصفتك رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة. نعود للنقطة التي تطرقت إليها قبل قليل ألا وهي تقطيع لحم الأضحية، متى يمكن أن يتم ذلك، وكذلك لو تعطينا علامات فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للمستهلك. نعم، أول عامل اللي يتسبب في فساد اللحم او في تغير اللحم كما كان عليها في العام اللي قبل هذا وكانت مشكله كبيره اللي هي تغير لون اللحوم، اول امر يجب ان نؤكد عليه هو ان يتم نزع الاحشاء بشكل سريع وبصفه منفصله عن الذبيحه، لانه الاحشاء معروف انها فيها كاين فيها البارازيت فيها الفطريات وفيها، فممكن هذه لما تنتق باللحوم هي تكون علامات فساد منها تخلي بعض البقع. فعمليه ليفيسيراسيون نزع الاحشاء يجب ان تتم بسرعه يتم تنظيفها في مكان منفصل عن مكان الذبيحه. نعم، هذا امر مهم. الامر الاخر سيدتي الكريمه
هو التجفيف، وهذه عملية مهمة حتى نتفادى كذلك تغير لون الأضحية ونتفادى المشاكل التي كانت من قبل. وقد قدمت في الحصة حصة قمة أو حصة الطقس على أنه يومي العيد سيمتازان يعني بحرارة مرتفعة. فهنا نؤكد على عملية التجفيف بعد الذبح في مكان نظيف، نؤكد على النظافة، مهوى، وعدم ترك الشمس. نحن ننصح أصحاب الأضحية أن يتركوا يعني مدة للتجفيف لا تكون أكبر من 6 ساعات. يعني لما يذبح ويسلخ ويكمل 6 ساعات، من بعد يخليها تجف لمدة 6 ساعات، ومن بعد يقدر يخزنها مباشرة في الثلاجة أو في المبرد أو في المجفف. اتضحت الصورة، وصلت الفكرة. سيد حبيب بورملا رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة، نشكرك على كل هذه التفاصيل.